مسجد الرماح. هو كان المهندس محمد وحده. مسجد قنباي الرماح او قنباي امير خور او قنباي السيفي كلها القاب لنفس الشخص. هو كان شخص يعني فارس مغوار، كان قربه من مركز الحكم والسلطه وكان القلعه، فكان بيستخدم الميدان ميدان صلاح الدين او ميدان القلعه، كان يتبرى او يتبرس فيه الفرسان والجنود بحيث يبرزوا او يظهروا مهاراتهم القتاليه. وكان بسبب مهارته العاليه في استخدام السيوف لقب بالسيفي، وايضا بسبب استخدامه الجيد للرماح برضه لقب بالرماح. اما امير خور واللقب الاخير المسمى به فهو رتبه في يعني ممكن لقب وظيفي، يعني بوزيشن. هو كان وصل لي فتره ما في المماليك، كان في الاول امير 10، كان هو مسؤول عن 10 من المماليك، ثم امير 100، صار مسؤول عن 100 من المماليك، وقعد يتلقى في المناصب وفتره من الفترات كان امير على حلب، رجع مره ثانيه وصار امير خور. وكان هو امير خور دي بتعني الوصف الوظيفي المقابل ليها في الوقت الحالي زي مدير اداره المدرعات مثلا. ما شاء الله ما شاء الله. هو اللي كان المسؤول عن اسطبلات الخيول في هذه الفتره. والعجيب ان يعني على الرغم من الموضوع قد يظهر ان ده مش مهم ان هو يبقى يعني ايه مسؤول عن شويه خيول يعني، بس لا لا ده مهم. ده زي المدرعات دي. بالظبط. الفتره دي كانت فترة يعني فترة انقلابات من وقت لآخر ما بين المماليك وبعضهم، كل واحد يلم 10 وينقلب على فلان ويمسك مكان الحكم، فالحكم لمن يغلب كانت هي اللغة السائدة في هذا الفترة. فكان كان لازم جدا يكون في شخص ذو حنكة وذو خبرة كبيرة جدا في إدارة وقيادة الأسطول الخيول. الخيول بحيث ان لو حصل ان حد استولى على ده فاذا خلاص المعركه محسومه ليه من البدايه للشخص الثاني او للطرف المنقلب. بس يعني المفروض المسجد اللي بعديه ايه؟ مكتوب عليه المسجد اللي بعديه. المسجد اللي بعديه هو مسجد المحموديه. ده اللي صليت فيه المحموديه. ده هو اللي كان مفتوح عشان ده بقى كتير قوي مقفول، يعني هم الناس اشتكت قالت المسجد هقع علينا وقفلوه بقى لا ترمموه، فهم قفلوه بدل ما يرمموه. يعني ممكن عمليه ترميم تستهلك فلوس كتير جدا. وزاره المسجد دي المفروض ان هي بيسموها حفريات او بقايا اثار تابعه للمسجد. لكن لما بنيجي نسال الاثار عن المكان ده هو ايه، دخل في ناس كتيره جدا ما تبقاش عارفه ده ايه للاسف. يعني لكن في جزء منه مخصص كميضه مخصص كميضه تابعه للمسجد الرفاعي، ده الجزء الاول منه. في الحقيقه في بالنسبه للمحموديه ممكن نعطي حركه نبذة سريعا. مسجد المحموديه هو نسبه الى محمود باشا، كان حكم في خلال فتره العثمانيه، وكان مثل باقي الولاه في هذه الفتره كان اكثر همه تجميع اكبر قدر من الضرائب. فكان رجل كما تذكر المصادر يعني كان رجل ظالم يبطش بالناس، وكان يعني كل الله يرحمه في موقف مهم جدا. هو الناس لما طلعت اول ما جه يحكم مصر لاول مره، الناس طلعوا الاعيان يستقبلوه واحتفلوا بيه وكده، وقدموا له الهدايا والعطايا وكذا حتى يستفضوه ويزوروا يعني ليه الولاء، احنا بتوعك يا ريس، احنا رجالتك وبتاع. فواحد منهم كان اسمه محمود الصعيدي، كان رجل كده رجل زي رجل اعمال كده، بس وقتها كان رجل غني يعني وشريف من الصعيد. كان تافه وخد منه الفلوس. لا هو غير ان هو خد الفلوس اللي اداله خيول مذهبه وكده فشكله وبتاع، لكن هو حس ان فهو ده معاه فلوس كتيره. قرر قرر ان هو يستولي على كل ممتلكاته وبطش بيه وقتله وخد كل الفلوس اللي معاه. يعني المشكله كل اللي مكتوب في المصادر كله بيذكر يعني حاجات سلبيه عنه، لكن في النهايه مسجد قتل في النهايه بسبب اعماله دي. واحد طلع عليه في البساتين كده وضرب عليه نار. ضرب عليه نار ازاي؟ لا وقتها فتره العثمانيه كان في مسدسات يعني، ودفن في هذا المسجد تحت القبه. في حدث مهم جدا اهم من البيوت دي، كل البيوت دي متاحه بقى لها فتره طويله، لكن الحدث الابرز حرفيا يوم 20 القادم ده بكره اعتقد. وزير الاثار قادم غدا عشان يفتتح التكيه تكتب بسطامي وهي قدام بيت المعمار المصري قبل تمام. وايضا البرمستان تمام. واحد من اكبر البرمستان في مصر موجود هنا بيفتح لاول مره. بعد الجميع هندخله. احنا ممكن نتصرف يعني. انا اتصرفت دخلت بس طبعا ده غير رسمي، لكن ما بيسجل رسمي. ماشي هم تفهموا ده. احنا المفروض عندنا في الاستوديو منفذين برنامج مع اداره الوعي الاثري
وزارة الآثار يتضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل تمام. والجولات الميدانية على تزامن مع البرنامج ده تمام. احنا الزيارة من الوزير هتكون يوم 20 بدءا من يوم 21 هيبقى عندنا ورش كاملة تمام. ممكن اي حد يدخل على صفحتنا يتفرج على الايفنت الخاص بهذا او الفعالية الخاصة بهذا الامر واسمها البرمستان زمان والآن وده المسمى اللي اقترحته وزارة الآثار علينا انا امل بس ما اقفش هنا كمان ان احنا نزور المبنى من الداخل وتكون جزء من الجولة ان شاء الله باذن الله في حاجات اكتشف لاول مرة كتابات واثار داخل المبنى تمام. فاعتقد الموضوع شيق في نفق جوه المبنى ده ما شاء الله. الناس ما كانش حابين يقطعوا سكة الناس فكان بيعملوا نفق عشان الناس تتحرك من تحته نفق بارتفاع ضخم اعتقد ده قلما نجد حاجة شبيهة كان المماليك طول الوقت كنا نسمع عن الانفاق اللي بتوصل ما بين مركز الحكم وما بين اماكن تانية ده لخدمة الشعب فده مكان ده حاجة جدا لفت انتباهي في هذا المبنى يعني اعتقد يبقى ممكن ده يبقى صفقه صحفيه ان شاء الله انك توثق اللي بيحصل في البرمستان ممكن نستطيع النهارده باذن الله يعني. ان شاء الله باذن الله شكرا يا استاذ محمد.